من جيب برحب بيك زميل عزيز محمد سعيد ونجومك الكبار في الاستوديو وجميع مشاركي قناه النادي الاهلي معانا النهارده. يعني زي ما بنقول صاحب الفرح كابتن ميدو مصلحي، واحد من المديرين الفنيين يعني المتميزين جدا. جمهور النادي الاهلي كان كله ثقه فيكم، كنتوا مسافرين تونس بطوله افريقيا، ساعتقد الدعم كان واصلكم هناك ودعم مجلس الاداره كمان، وقعد الكابتن محمود الخطيب كان له عظيم الاثر قبل البطوله. كابتن يعني قبل ما ابتدي بقى حاجه بشكر كابتن محمود الخطيب على الدعم الكبير جدا اللي قدمه لنا بعد خساره المحليه، وقال لنا ارفعوا راسكم فوق، انتوا بقالكم 4 سنين بتكسبوا، بقالكم 20 سنة يعني في انتصارات. كلمة كان ليها أثر كبير جدا جدا، إن احنا تحفزنا الحمد لله إن احنا نقدم للنادي الأهلي حاجة وإدارته والكابتن محمود حاجة صغيرة فعلا، إن احنا نكسب بطولة أفريقيا الحمد لله. كابتن ميدو عن البطولة خدتوها واحدة واحدة ولحد المباراة النهائية، واعتقد إدارة أكثر من رائعة، إدارة باقتدار. المباراة في آخر لحظات المباراة احنا خلاص هنكسب المباراة، شوط بيضيع لكن كنتوا على قدر المسؤولية ورجعتوا تاني المباراة. الحمد لله فرقة الترجي طبعا فرقة كبيرة وتلعب وسط جمهورها، ده مش سهل خالص إن أنت تكسب أفريقيا هناك. الحمد لله قدرنا نحسم الأول الشوط الأول والتاني، كنا ليدنج في الشوط التاني لكن ضاع، لكن خبرة الشباب اللي معانا والحمد لله إن هم قدروا نحسم الشوط الرابع، وفرحة كبيرة جدا كانت والحمد لله. الجمهور ودعمه اللامحدود اكيد كان بيوصل لحضرتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وانت على طول واحد من جمهور النادي الاهلي قبل ما تبقى المدير الفني للفرقه، كل ده كان واصلكوا ازاي؟ كنت بتقول للعيبه ايه؟ ربنا عوضنا خير، ربنا عوضنا خير والله الحمد لله ان احنا قدرنا نفرح الجمهور ده لانه يستحق اكتر من كده بكتير. رساله بقى اللي بتقولها لهم النهارده بعد الدعم دوت واللي جاي، هم مستنيين منك اكتر كمان. اكيد ما خلاص قفلنا الصفحه ان شاء الله، مستني طبعا النظام اللي هيحصل ان شاء الله، وان شاء الله يكون في تدعيمات وان شاء الله مزيد من الانتصارات للنادي الاهلي. لسه الجمهور ما اتصالحش ولسه في بطوله جديده، يمكن بطوله السوبر تم الاعلان عن نظامها انها تبقى بطوله زي ما بيقولوا مجمعه ثلاثيه، الاهلي والاتحاد والزمالك. جمهور الاهلي اكيد مستنيك عشان صلاح كان يعني صالحتنا افريقيا لسه المصالحه المحليه ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل ونصالحهم على طول. والبطوله دي زي 2017 اللي هم فاكرينها، كانت فتحه خير لثلاث سنين ما خسرناش ولا حاجه، ان شاء الله الثلاث سنين الجايين ما نخسرش حاجه باذن الله. شو كابتن ميدو مش مستني اقل من كده باذن الله. محمد ده كان لقاءنا مع المدير الفني لفريق النادي الاهلي كابتن محمد مصلحي، ان شاء الله مزيد من اللقاءات مع نجوم الفريق. الكلمه ليك يا محمد.